نفط الجنوب، بصرة، ميسان، ذي قار، لماذا نقمة بدل أن يكون نعمة على هذه المناطق؟ أخي كل شيء يساء استعماله يصبح نقمة. السكينة اللي كلش مهمة توكل بها أطفالك، توكل بها نفسك، إذا يجي واحد شرير يقتل بها العالم كقانون عام. أي شيء يساء استخدامه راح يأثر. مو شابعين بس أمراض سرطانية الجنوب، مو هذه والشمال والشمال براحته يصدر، ما حد يقول له سلام عليكم طبعًا. بس أبو البصرة يعطيك 3 مليون برميل والأمراض طبعًا. ونفوس البصرة بقدر نفوس إقليم كردستان، ميزانية البصرة تجي عشر ميزانية إقليم كردستان. كردستان النفط اللي ينتجه قسم يهربه بالتانكرات مثل ما تفضل الأخ إلى إيران أبو سليمانية، وقسم يهربه إلى تركيا أبو أربيل، وقسم لوردات السلطة حسب لنا بي بعبروا بعد ما يحتاج ها؟ بايبات اقول زين دكتور. بايب واحد دكتور صفوان، كلمه اخيره عن الوضع الاقتصادي لجنابك اذا استمر سريعا. يعني نحن بحاجه الى تحويل الانفاق العام الى انفاق على اساس الاهداف والبرامج من اجل السيطره على الفاسدين وتطبيق قانون تجميد اموال العراقيين في الداخل والخارج. الحمد لله لبنان نقضاها والبحث عن من اين لك هذا. جميل. هاي دكتور اخيرا دقيقه دقيقة. الوقت راح. أنا عندي مشروع اليقظة الوطنية الشعبية اللي هو إقامة دعاوى على الدول اللي شاركت بالغزو على العراق. أحسن. من عام 2003 لغاية اليوم والإفرازات اللي تبعتها. مشروع رائع. هذا المشروع مشروع كبير جدا. نمتلك من الوثائق التالية: دستور الولاية المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، قرارات الأمم المتحدة، قانون جادسة، قانون محكمة الجنايات العدل الدولية، 35 ساعة فيديو الانتهاكات اللي تمت، أكثر من 2500 صورة، 650 تقرير لوكالات دولية احترافاتهم بأكملها. هذه الوثائق اللي عندنا متواجدين بالساحة الأمريكية والساحة الأوروبية والساحة البريطانية، بالإضافة إلى أكثر من دولة عربية معانا، جامعة العربية كثير منهم، وطبعا نقاباتنا بأكملها. ونحتاج إلى جهد دبلوماسي وخارجي يداعينا. لا 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 بس شغلة واحدة. تفاجأنا بانسحاب العراق طبعا من محكمة الجنايات العدل الدولية في زمن حكومة إياد علاوي هم الأمريكان، فيفترض إعادة اليوم مرة لأخ الحكومة تعاد العلاقات مع محكمة الجنايات العدل الدولية حتى نشرع بهذا المشروع. مخصص لهذا المشروع 5 تريليون دولار للعراق تعويضات عن ما جرى على العراق. طبعا الخمسة تريليون دولار تقسم على 3، الجزء الأول للدولة عفوا وزارات الدولة، والجزء الثاني للشركات، والجزء الثالث للمواطن المتضرر. جميل. جيب لي رجال الدولة التي تتخلص من الجدات الخارجية وتسعى لإعادة هيبة العراق ونفوذه. وآخر تقرير سمعناه أنه الجواز العراقي أسوأ جوازات العالم، ويأتي بالمرتبة 37 تحت الصومال.